نحضر اليوم بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته 29 في جناح رئاسة النيابة العامة لكي أقدم موضوع حول الجريمة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا هذه الجريمة؟ لأنه لاحظنا أنه بقدر ما الدولة تجهز وتستعد لمكافحة الجريمة على أرض الواقع بكل ما لديها من إمكانيات ولوجيستيك إلى غير ذلك، فهي مطالبة في نفس الوقت بأن تجهز نفس الإمكانيات، ولكن هذه المرة لتحارب الجريمة الإلكترونية في موقع افتراضي، في مكان خيالي، في مكان لا يمكن ملامسته، لا يمكن فيه أن نتحدث عن مسرح الجريمة ووسائل الإثبات الملموسة والزمنية الجريمة ومكانها والاختصاص والتقادم. يعني أن هذه الجريمة جاءت لتقلب موازين عند المشرع، حيث أنه أصبح الغير مستعد ولا لم يتدارك السرعة التي تسير بها هذه الجريمة، أصبحت الجريمة بسرعتها تفوق القوانين المنظمة. هناك تدخلات متوالية للمشرع، آخرها في 2018 في قانون 103/13 حول مكافحة العنف، محاربة العنف ضد المرأة، والذي جاءت فيه الفصل 447.1.2.3، كلها جاءت لماذا؟ لكي تحد من هذه الجريمة التي أصبحت تدخل البيوت بدون مشاورة، أصبحت تلامس الشبيبة التي نسعى جاهدين كأسر وكمؤسسة تعليمية لحمايتها من الجرم. أصبحت هذه الجريمة ممكن أن يكون ضحيتها جنين لازال مثلا في حتى مثلا في بطن أمه، أو أنه حديث الخروج بالولادة كمن يصور مثلا واقعا اللي جاء فيها ممرض وصور عملية قيصرية دون موافقة المرأة وكان ضحيتها هذه المرأة والجنين بطبيعة الحال أو المولود الجديد. جريمة ممكن أن يكون الفاعل له سنتين، كمن يأخذ طفل له رضيع يأخذ هاتف أمه ويقوم بارتكاب فعل معين كالواقعة التي المرأة التي تركت يعني الهاتف بين يدي ابنها في حمام خاص بالنساء وقام الآخر بالتصوير دون أن يدري أنه يقوم بارتكاب جريمة. إذن هنا يجب أن نوضح للمستمع، يجب أن نوضح لكل شخص أننا أمام التماس خطير، يعني شعرة معاوية بين ما هو مباح وبين ما هو محرم في جريمة الإلكترونية وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. بل حتى المحكمة الأوروبية لازالت لم تحدد إن كانت هذه مواقع التواصل الاجتماعي هل هي أمكنة خاصة أو نوادي خاصة أو عمومية، أو أننا من حينما ننتقل من مجموعة من الأشخاص حول جروب واتساب وتنتقل المعلومة من بينهم إلى العموم، يعني هذه الخصوصيات التي أصبحت تتمتع بها الجريمة الإلكترونية لابد من المشرع أن يخلط الأوراق مرة ثانية وأن يقوم بقانون جديد يواكب هذه السرعة في الإجرام. أكثر من هذا أنا أقول أن الجريمة الإلكترونية هي سيف ذو حدين، هي جريمة حقيقية في عالم افتراضي وجريمة افتراضية في عالم حقيقي. كيف ذلك؟ جريمة حقيقية في عالم افتراضي كمن يقوم بتزوير ورقة نقدية ويتركها في حاسوبه، فهي جريمة استجمعت كل عناصر، ولكن لمجرد أنه لم يقم بإخراجها أو بطبعها أو بنسخها فهي لازالت افتراضية في عالم افتراضي. والعكس بالنسبة للبيتكوين أو العملة الافتراضية المتداولة حاليا التي أصبحت هي جريمة افتراضية في عالم حقيقي. هناك عدد من التجار خصوصا أصحاب الإي كوميرس أو أصحاب التجارة الإلكترونية لهم أرصدة فيها البيتكوين أو هذه العملة الافتراضية، والمشرع لحد الآن لازال لم يرخص. إذن أننا أمام أشخاص يتحايلون على القانون، يقومون باستعمال عملة غير متداولة في عالم حقيقي، ولكن كل وسائل إثباتها في عالم افتراضي لا يمكن أن نضع أيدينا عليها. لماذا؟ لأن هناك أشخاص متحكمون في هذه المواقع أو ما يسمى بالداتابيز، يعني هم الذي يمكن أن يوصلون لهذه الجريمة. إذن حول هذا الالتباس نحاول أن نفك هذا اللبس أو هذا الاشتباه بهذه المداخلة المتواضعة لكي نبين لكل المواطنين والحاضرين أننا أمام جريمة لها خطورتها ويجب الحذر منها بكل ما أوتي الإنسان من وسائل ديال الحماية من الجريمة. وشكرا.